في البداية بسم الله والحمد لله، ما شاء الله تبارك الله على المنتخب المغربي، جملنا والله يعطيهم الصحة والعافية الشباب، ما شاء الله تبارك الله عليهم، وبيض وجيهنا كعرب وكمسلمين. أنا من السعودية وزوجتي من المغرب، وجايين من السعودية كنشجع ونشد من أزر لعيبة المنتخب المغربي، ونقول لهم مربوح إن شاء الله بكرة بإذن الله أمام كرواتيا بإذن الله. في شك المغرب وحدنا وجمعنا كعرب وكمسلمين، كعرب وكمسلمين، والسر الروح اللي داروها الشباب في الملعب، الروح القتالية، الرجولة، اللعب الرجولي، تجميلهم للعرب وللمغرب وللمسلمين ولأفريقيا كافة، الله يحفظهم والله يحفظهم. كنقول تبارك الله عليهم، حمروا لنا وجهنا بزاف وما قصروا، يعني تبارك الله عليهم. طبعا هذا الشيء يعني معروف على الأم المغربية أنها دائما كتحضن الأولاد ديالها وهذا، وأنها معروف هذا الشيء على الأم المغربية. الأم المغربية مصنع للأبطال، مصنع للأبطال للرجال، الحالة اللي شفناهم مش فقط ال 11 لاعب اللي شفناهم في الملعب، أنا أقول شيء مغرب على مغرب مع على المغرب، الحمد لله. اللي همنا ما شاء الله تبارك الله الروح والنجاح، وزي ما قالت حبيبتي مريومتي، حمروا لنا الوجه ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظ.